كيفك مع الغزل؟ والله الغزل يعني إنجاز التعبير نقول إنه وادي من أودية الشعر، ما نقول لون، نقول وادي يهيم به الشاعر لمن يشيب، إنسان قلبه خضر وإنسان تاب، فمن تاب تاب الله عليه تاب الله عليه. وما بالنسبة للغزل يقول مهما تقول إن الهوى مسألة وقت، ما يقتنع راس مع الوقت راسي، يلي على غيرك بعيني تفوقت، ماني مدور بس واحل مراسي، انغربوا كل المخاليك شرقت، لي وجهة يلين به قوة باسي، ان جيتها جمع بسرعة تفرقت، ويبدأ الغزل عقب القصيد الحماسي، واليوم شفني في بلادك تطوقت، ما ينفع عن حتى اللجوء السياسي، وشلون أعبر عن شعوري ليا ضقت، والطاولة محولها هلا كراسي، وشلون أقول اشتقت حتى لو اشتقت، حل القدر بين الفرح والمآسي، الليل يدبر لا سمع بنك أشرقت، والغصن ما يذكر طواها الياباسي، واليوم ليتك في غيابك ترفقت، من قبل تسكب علقمة وسط كاسي، صحيح أحبك واشهد اني توهقت، لا حاصل نشوفك ولا نيب ناسي. يا سلام يا سلام، صح لسانك يا وسالم، صح لسانك، صح لسانك.